امبارح كنت اتفقت مع حضراتكم مع دكتور سمير فرج مفكر الاستراتيجي ان احنا هنكمل في اللي امبارح ما قلناهوش، كان تحديدا عن السيناريوهات المتوقعه من هذه الحرب. خليني ارحب بدكتور سمير فرج. مساء الخير دكتور سمير. مساء الخير مدام عزه لحضرتك وكل مشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك. تابعت طبعا تصريحات وزير التراث الإسرائيلي. طيب اسمح لنا برضو عشان نشرح للسادة المشاهدين ايه موضوع بقى النووي والخلاف. ايوه ياريت نشوف اللوحة التانية اللي انا بعتها عن الدول التي لديها اسلحة نووية. هم 9 دول وانا مسميهم النادي النووي. تمام. عندنا اول دولة اللي هي روسيا وعندها 7000 رأس نووي. ودي اكبر دولة عندها مخزون نووي في العالم. يا مدام عزة معلش احنا عاوزين ندي ثقافة بس علمية للسادة المشاهدين. يعني الـ 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 لو روسيا النهاردة استخدمت هذا المخزون النووي تدمر العالم كله. المخزون اللي عندها. تاني دولة هي امريكا. تمام. المخزون التاني 6800 رأس نووي. تمام. بعد كده عندنا انجلترا وفرنسا والصين وعندنا الهند وباكستان واسرائيل واخر دوله اللي هي كوريا الشماليه. تمام. هنلاقي 9 دول يا مدام عزه فيهم 3 كبار مش مشتركين. المانيا وايطاليا واليابان. مش مشتركين في ايه فندم؟ ما عندهمش نووي. تمام. ليه؟ لان دول كانوا هم دول المحور في الحرب العالميه الثانيه. نعم. فلما اتهزموا في الحرب العالميه الثانيه المجتمع الدولي ما سمح لهمش يبقى عندهم نووي. فبالتالي الدول دول اللي هي تاني المانيا وايطاليا واليابان ما عندهمش نووي. نعم. هنا بس عايزين نقول باكستان القنبله دي بيسموها او لما خدوا النووي كانوا بيسموها القنبله الاسلاميه. لان طبعا الهند وباكستان يعني زي مصر واسرائيل كده، فلما الهند جابت النووي باكستان طلعت للدول العربيه والسعوديه ومعامر القذافي اياميها اداهم الفلوس وعمل القنبله النوويه على اساس ان كان القذافي هياخد منهم قنبله او 2، وطبعا ما حصلش بعد ما خدوا الكلام ده. ده بالنسبه للنووي. عشان كده مدام عزه بنقول ايه لما حد يسمع لك حرب نوويه، ما فيش حرب نوويه هتتم خلاص. لان لو زي ما قلت لك شايفه كل واحده من دول عندهم مخزون نووي يدمر العالم. اوكي. طيب امال الناس بتتكلم ايه عن النووي دلوقتي؟ بيتكلموا على القنبله النوويه التكتيكيه. تكتيكيه. دي مختلفة. هنشرحها بقى. يعني. وانا ولسه كنت بكلم اللي هو محمد هلال المدير الاسبق لإدارة الحرب الكيماوية، واحنا عندنا في مصر إدارة حرب كيماوية على مستوى عالي. نعم. فتقالنا الآتي. هايل. القنبلتين الوحيدين اللي اتضربوا الذريتين على ناجازاكي وهيروشيما كانوا 20 كيلو طن. تمام. وديل كانوا كبار جدا. ايوه. فعشان كده العالم بعد كده النووي النادي النووي ده اتفق مع بعضه نعمل قنبلة نووية تكتيكية. 1 كيلو 2 كيلو 5 كيلو لحد 10. اضرارها ايه بقى دي؟ دي بيبقى التأثير بتاعها اقل. اضرارها ايه؟ 4 حاجات. 1، بتعمل اول ما القنبلة تنفجر بتعمل نبضة حرارية او نبضة كهرومغناطيسية بتشل كل بقى الكهرباء والاتصالات والكلام ده في كل المنطقة. دي استخدمتها اسرائيل في الحرب على غزه الان؟ لا 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 لا، ده بنشوف لا. بنشوف حاجات في السماء كده. لا معلش كده. دي حاجات تانية برضو يا مدام. طيب تمام. انا بنتكلم دلوقتي على النووي التكتيكي. نعم. اللي هو دلوقتي لو سمعت ان اي حد عايز يضرب نووي هيضرب نووي تكتيكي، انك كان حرب نوويه لا فيها دمار للعالم. تمام. فاحنا بنشرح النووي التكتيكي. التكتيكي. ايوه. يبقى اول حاجه ومضه كهربائيه. موجة ضغط عالية بالموجة الضغط بتكسر كل اللي حواليها. انا بس ببسط العملية فضل. مش عايز اقول مفهوم. يعني نعم. يعني اللي هو هلال قاعد بقى نتكلم نص ساعة. بعد كده موجة حرارية. تمام. حرارة بتسيح كل حاجة. وبعدين الاشعاعات، واحنا شفنا مثلا يعني اليابان قعدت في الاشعاعات دي مثلا عشرات السنين عشان تتخلص من الاشعاعات اللي في الجو حتى في الارض او في المطر اللي بينزل. نتيجة التكتيك. انفجار القنبلة النووية التكتيكية. طيب. طب يعني اضرارها كبيرة. اضرارها كبيرة جدا طبعا. نعم. عشان كده يا مدام عزة طيب امتى الدولة تستخدم تكتيك نووي؟ دي مهمة جدا. الدول 9 اتفقوا على اتفاق ان استخدم النووي لو الارض بتاعتي اتهاجمت. ارضي اتهاجمت. ندي مثال. مثال
اوكرانيا وروسيا بيحاربوا أيوة. بعض. روسيا عندها نووي واوكرانيا ما عندهاش. ايوه روسيا بتحارب على يعني وقت في اي ارض؟ الارض الاوكرانيه. نعم مفيش مشكله. عشان كده لما امريكا بتدي سلاح لاوكرانيا تقول له ايه؟ اوعى تضرب العمق الروسي. تمام. لان لو لقيت بكره اوكرانيا اتهبلت في دماغها ودخلت تهاجم روسيا على ارضها تاني يوم اعرفي ان روسيا هتضرب نووي. تمام. نووي تكتيكي خلاص. فالنووي بينضرب لما ارضك تتهاجم. تمام. واحد يقول لي مسيره دخلت كل ده نكش بتاع، لكن لو في هجوم على ارضك يبقى انت من حقك تستخدم النووي. تمام. ده الاسلوب اللي كان بيتبع. أيوة. فالنهارده الوزير المتطرف لما قال كده طبعا اثار استياء العالم كله. هو يقصد بقى كده النووي التكتيكي. النووي التكتيكي طبعا ما خلاص احنا قلنا تمام. واسرائيل عندها نووي تكتيكي. تمام. انها تضرب قنبله واحد طن اتنين طن على شمال غزه تقوم تبيد كل ده بيبيد الدنيا كلها بقى بالموجة الفجرية. بتشيل البيوت وتشيل كل حاجه. تمام. بتلاقي ارض بقت كلها واحده وزائد الاشعاع زائد الموجة الحراريه. ده يوم القنبله اللي وقعت على نجزاج 200 الف قتيل في لحظه. نعم تخيل يا مدام عزه 200 الف قتيل. فهو طبعا دي مجزره يعني. تمام. فعشان كده هو النهارده كان بيطالب بهذا الموضوع ان احنا ان هو يضرب الكلام ده. وطبعا هذا الكلام اثار استياء العالم كله. وطبعا اضطر نتنياهو انه يمنعه عن حضور الجلسات الوزاره في الفتره القادمه. لكن ده اوضح انا فهمت كده ضمنا دكتور سمير انه اسرائيل وارد جدا طبعا تستخدم ده. طبعا التصريح ده مش من فراغ. لا 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 طبعا موجود. يا ريت الناس تشوف الفيلم بتاع جولدا مير اللي كان طلع في التلفزيون ولسه موجود النهارده. يوم 7 اكتوبر لما اسرائيل وجدت ان قواتنا دخلت واحتلت ودخلت عبر القناه وعملت راس كوبري 3 كيلو 6 كيلو في الفيلم ده. الفيلم ده هم اللي بيقولوه مش احنا. كان موشا ديان راجع من ديمونه اللي هو المفاعل النووي وبيقول لجولدا مير احنا ممكن نستخدم النووي ضد القوات المصريه اللي حصل ده. تمام. في الفيلم يا مدام عزه مش انا اللي بقول. كانوا هيستخدموه ضد القوات المصريه في 6 اكتوبر بالظبط. نعم. عشان ضد واحده ضد الجيش الثاني وواحده ضد الجيش الثالث. وفي الفيلم مش يعني جولدا مير خدته جوه قالت له بمعنى انت اتجننت ولا ايه؟ ازاي كده؟ وعشان كده يوم 9 اكتوبر 73 لما الهجمه المضاده بتاعتهم فشلت وجولدا مير عملت المؤتمر الشهير بتاعها واعلنت ان احنا اتهزمنا كانت بتلوح لكده، لكن امريكا قالت لها اوعي وعشان كده بعتت لها الجسر الجوي. فهمت. المهم نرجع لموضوعنا. ايوه. ان ما حدث اليوم يبين ان اسرائيل النيه دي موجوده طبعا. ولكن واحد منهم افصح عنها. هم طبعا قالوا له انت اتجننت انت تقول الكلام ده ليه؟ لكن هي النيه موجوده. هو مش اتجننت ان احنا هنعمل كده، اتجننت ان انت افصحت. انك انت افصحت برافو عليك. بما ان هو يميني متطرف. لا دقيقه انت يا مدام عز فعلا انك انت افصحت وبينت نيه اسرائيل ايه؟ لان بالزبط. اسرائيل عندها النووي. وبعدين خدي بالك يا مدام عزه اسرائيل دايما كنا واحنا بنتعلم من اول الكليه الحربيه ان العمق بتاعها قليل فدايما فكره اسرائيل انها تنقل القتال الى خارج اراضيها. تمام. فلازم ارضيها لو تهدد هتستخدم كده. فعشان كده زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان كان افصح عن هذا الكلام. وهذا الكلام طبعا ما جاش من الهوا ده 100% اسير داخل مجلس الوزراء المصغر او مجلس الحرب اللي كان عامله موشا ديان. في نفس الجزئية بعد إذنك دكتور سمير. أيوة. طب إيه الأسلحة المحرمة دوليا اللي استخدمتها إسرائيل في حرب على غزة؟ أولا الـ 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 الفوسفوري اللي هم ضربوه ده طبعا محرم دوليا. وطبعا في ناس كتير حتى أعتقد إن هم خايفين يجيبوا الناس اللي محروقة بالفوسفور دي عندنا في مصر لان لو جم هنصورهم وهنوريهم. لكن هم استخدموا القنابل الفوسفورية المحرمة دوليا بكل القوانين. تمام. في تمام. هذه المرحلة استخدموها لا لا طبعا ما خلاص دي واضحة دي واضحة واتعرفت وكل الناس اللي كانوا هناك قالوا الكلام ده. تمام. اسئلة امبارح بقى لحضرتك. النهاردة قبل اسئلة امبارح في تطور تاني كمان انه عباس ابو مازن وضع شرط لعودة السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة وقال قطاع غزة وجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين هنتحمل مسؤوليتنا كاملة في اطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية
بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. أنا قلت ليه أقول للسيد المشاهدين وحضرتك أكيد متابع الخبر، هل ده هيغير في السيناريوهات؟ يعني ما ده هيبقى أحد السيناريوهات اللي هنتكلم عليها. اتفضل. طيب قبل ما نتكلم في السيناريوهات يا مدام عزة، أنا امبارح بس قلت لفظ بصححه، أنا قلت إن عدد الأسرى الفلسطينيين أو اللي موجودين في السجون الفلسطينية الإسرائيلية هم 6000 وليس 6 مليون، فأنا آسف امبارح هم 6000 وأنا بعتذر إن ما خدتش بالي. معلش. تمام. فهم طبعا كذا حد كلمني قلت لك 6000، بس يمكن اللفظ طبعا في الرقم ما كانش دقيق. الرقم هو المسجونين في السجون الإسرائيلية هم 6000 أسير، والنهاردة حماس بتقول عايزين تاخدوا الناس اللي عندنا اللي هم الأسرى والرهائن قوي، افرجوا على الستة آلاف اللي هم وطبعا الستة آلاف دول منهم ناس واخدين 20 سنة، لأن انت فاكرة أيام شاليط اللي هو أشهر أسير إسرائيلي كان عند حماس أفرجوا عنه قدام 1000 مسجون فلسطيني، ولكن هم طبعا اياميها بقى طلعوا مين اللي عنده 3 اشهر سجن اللي لسه بقاله 6 اشهر، لكن الناس الكبار اللي هم عندهم 20 وحاجه مؤبد وبتاع هم دول ال 6000 مسجون اللي موجودين في سجون اسرائيل. نعم. نرجع بقى للسيناريوهات. السيناريوهات تتوقع بتقول وات از افتر، ماذا بعد؟ تمام. برضو نشرح للناس، انا بحب اشرح عشان يعني بحب برنامجي تبقى بندي معلومه للناس. طبعا. في يوم من الايام من 11 12 سنه لما الامم المتحده او دول حلف الناتو قاموا على القذافي وازاحوا نظام القذافي. تمام. المهم من 3 سنين البرلمان الانجليزي جاب رئيس الوزراء السابق وقال لك عايزين نحاسبك، انت ليه ما لما قررتوا تمشوا القذافي ليه ما قدرتوش ماذا بعد القذافي؟ وات از افتر قذافي بالظبط، انتوا شلتوه، طب ما فكرتوش مين هيجي بدري؟ ودي النتيجه ايه النهارده؟ ده 11 سنه مش عارفين ليبيا فيها ايه؟ مفيش دوله. نعم. لان لو انتوا فكرتوا تشيلوه طب انتوا بقى تقولوا ايه مين بعده؟ تمام. من هنا طلعت الفكره دي. ماذا بعد حرب ماذا بعد تنتهي الحرب بين حماس و اسرائيل؟ وده احتمال ولا هم خلاص وصلوا لا الناس؟ لا هو في 4 سيناريوهات هنقولها مع حضرتك. ايوه. السيناريو الاولاني ان تعود السيطره على غزه للاداره المصريه، وده نشرحها. بعد حرب، بعد تكوين الدوله الاسرائيليه عام 48 مصر خدت غزه وكانت تدير غزه حتى سنه حتى يونيو 67. نعم. خلاص يعني احنا كان عندنا القطر بتاعنا بيوصل لهناك وكنا بنروح غزه وبنيجي، كانت غزه تحت سيطره الاداره المصريه. نعم. بعد 67 اسرائيل خدت غزه وبعد الانسحاب سلموها للسلطه الفلسطينيه. السلطه الفلسطينيه. فالنهارده احد الاقتراحات رجعوا غزه للاداره المصريه. طبعا. نعم. هذا السيناريو الاول مصر رافضاه، الدول العربيه رافضاه، وكلنا رافضينه لان غزه هي جزء من الدوله الفلسطينيه. نعم. السيناريو الثاني ان تصبح غزه مره اخرى تحت اداره السلطه الفلسطينيه. تمام. زي ما قال ابو مازن النهارده. تمام. مين اللي رفض هذا الاقتراح؟ اسرائيل. لانها ليه؟ بتقول ما كانت غزه تحت اداره السلطه وحماس خدت غزه من السلطه وكونت دوله، مين ادرانا ان لما السلطه تاخد، انا بتكلم وجهه نظر اسرائيل. نعم. مفهوم. مش انا اللي بقول يعني. مفهوم. فاسرائيل بتقول من ادرانا ان بعد ما السلطه الفلسطينيه تاخد غزه تيجي فصيل اخر ويشيل السلطه ويبقى موجود. نعم. فده السيناريو الثاني، لكن احنا كلنا كعرب ومصر بنؤيد ان غزه تصبح تاني بقى تحت اداره السلطه الفلسطينيه، لان دي هتكون نواه حل المشكله في اطار الدولتين. أيوه. دوله فلسطينيه زي ما قال سياده الرئيس السيسي وحددها حدودها 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس. ده السيناريو الثاني. الثالث قالوا سيناريو انه يبقى تحت سيطره دوليه من مجموعه من امريكا، دول اوروبيه، دول عربيه وعلى راسها مصر، وتدير غزه، قطاع غزه. هذا القرار برضو او السيناريو احنا رافضينه تماما ولا نوافق عليه. اسرائيل موافقه عليه، لكن طبعا هذا الكلام ما احنا مش موافقين.
تمام. السيناريو الرابع ان تصبح غزة تحت سيطرة الامم المتحدة. نعم. وتؤمن حدودها مع مصر ومع اسرائيل ومع لبنان بقوات امم متحدة زي اليونيفيل اللي موجودين بين لبنان واسرائيل. طبعا احنا رافضين هذا الكلام تماما. تمام. لان احنا بنرى ان غزة هي جزء من الدولة الفلسطينية التي حتى في ناس قالت اقترح خده يمين شمال. لا لا، مصر بترفض هذا الكلام وترى عودة غزة للسلطة الفلسطينية. ولكن نتنياهو امبارح زي ما قلت لحضرتك عمل ثلاث اجراءات كانوا يعني فيهم خانق الغزة حتى بعد كده. اولا انت عارفة ان غزة اكبر نسبة بطالة في العالم، 50% في غزة. نعم. نعم. مفيش ناس بتشتغل ومفيش شغل. نعم. فكان الجزء منهم بيطلع يشتغل في المستعمرات في اسرائيل او في اي شغلانه في اسرائيل، فمش هيشغلوا. فنتنياهو امبارح امر لا عودة لاي غزاوي ان يعود للعمل في فلسطين. طب دكتور سمير، الاربع سيناريوهات مرفوضة. مرفوضة. لا لا لا، مش مرفوضة، احنا في سيناريو احنا موافقين عليه اللي هو تصبح غزة تحت السلطة الفلسطينية دي فقط، والعودة للسلطة الفلسطينية لأبو مازن. بالضبط. تمام. هل ممكن يصل الطرح الى فكرة استبعدوا حماس من غزة، ما اعرفش بشكل عامل ازاي، وتعود السلطة لأبو مازن يدير غزة؟ ما هو ده المقترح. منفع. ولكن اسرائيل وجهة نظرها ايه؟ هنقول يعني حماس في فكرة استبعاد، استبعاد اي واتيفر يعني اي حاجة مش موجودة، راحت مشيت اي حاجة. تمام. وجهة نظر اسرائيل ان لما كانت السلطة موجودة وحماس استولت على السلطة، ما هي علشان حماس كانت مدعومة دعم، يعني هم بيتلككوا يا مدام عز، هم عايزين يفصصوا الدولة الفلسطينية. تمام. النهاردة احنا بنقول ايه؟ الدولة الفلسطينية هي مكانها. طب حتى توقع موافقة الجانب الإسرائيلي على اقتراح أبو مازن؟ لازم غصب عنه هيوافق الشرع والقانون، وزي ما الرئيس، ما هم لا يعرفوا شرع ولا قانون. لا لا، بس احنا بس شفت برضو الرئيس بتاعنا طلع عمل موقف في الفترة اللي فاتت. تمام. طبعا مش هنعدي الأمريكان غير لما نودي والنهاردة اتجمدت حاجات في لغاية ما شروط مصر تتنفذ. وبعدين الحاجة التانية برضو اللي عملها سيادة الرئيس، قال ما فيش ترانسفير، ما فيش ترحيل فلسطينيين على مصر. نعم. وامبارح بلينكن في التغريدة اللي انا عرضتها عندك اقرت امريكا انه لن يتم ترانسفير او نقل فلسطينيين لمصر. فاعتقد دول ضربتين عملهم سيادة الرئيس هايلين. طبعاً. فلازم المرة الجاية هنقاتل، مصر تقاتل مرة أخرى أن يجب أن تعود غزة للسلطة الفلسطينية. يجب، وأعتقد كل الدول العربية هتبقى معنا في هذا الكلام كله. والنهاردة يعني أعتقد السعودية رفضت من شوية الكلام بتاع الوزير المتطرف ده. يعني بمناسبة السعودية، تتوقع إيه المؤتمر القادم يوم 11؟ هو بص يا مدام عزة، إحنا لن تكون أكتر من بعض القرارات الأهمية، ان احنا يجب وقف اطلاق النار، ده شيء مهم جدا، استمرار المعونات الغذائية والإنسانية لغزة، مساعدات تدخل. ولكن الحاجة الأكثر من كده بقى، يجب ان ينشأ صندوق لإعادة تعمير غزة. غزة اتدمرت. يعني زي ما في الحرب العالمية الثانية اوروبا عمل صندوق مارشال. حاصد مش هيبقى فيه اكتر من التوصيات، اكتر من اللي اتقال قبل كده. لا، مفيش اكتر من التوصيات، وهيبقى في ضغط هنا بقى، يتعمل لوبي ويتعمل نقول خريطة الطريق. السعودية هيبقى لها دور كذا، قطر يبقى لها كذا، الامارات كذا، مصر كذا، والكل يتكاتف في سبيل نقول ايه الجزء المرحلي الاول، لان احنا لما بنعمل خطة زي كده بتبقى فيزز، مراحل. المرحلة الاولى اغاثة الشعب الفلسطيني. دي اهم مرحلة. ويجب كل النهاردة احنا هو 80% من المساعدات اللي دخلت عزة، يعني غزة منين يا مدام عزة؟ من مصر. مصر. 80%. احنا الناس شعب عندنا ظروف اقتصادية. الناس في جزئية مش فهماها يا دكتور سمير. ايه؟ الناس طول الوقت حتى بما فيها بعض القيادات الحمسوية تقول لك ايه، عايزين مصر
تفتح المعبر. يا جماعة المعبر مفتوح، المعبر مفتوح من ناحية مصر. الناس مش فاهمة طبعا، وده اللي عايزين نأكد عليه، انه المعبر مقفول من الجانب الإسرائيلي. احنا فاتحينه لانه فلسطين مش مسيطرة على المعبر من الناحية الإسرائيلية او من الجانب الفلسطيني. بالظبط. هل ده نأكد عليه علشان بس الناس ما تقعدش تشتغلنا وتشتغل الناس اللي مش فاهمة؟ كلام حضرتك صح، والناس بتحاول اللي مقفول، المعبر مفتوح ولا مش مفتوح؟ المعبر ومغلق منين؟ احنا فاتحينه، وبالذات خاص للمساعدات الإنسانية. والحاجة التانية تلقي المصابين من غزة للمعالجة في عندنا. والنهاردة حوالي 12 مستشفى، ده احنا وصلتنا مستشفيات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد بتستقبل. يعني انه معبر اللي رافض الدخول والعرقالة من عندهم هم، لان من عند مين؟ من عند اسرائيل. اسرائيل هي اللي رافضة بس. فاللي يتكلم ما يكلمش مصر. لا 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 لا، اللي يتكلم يروح يتكلم على اسرائيل، يتكلم على يتكلم مصر. وامبارح ضربوا ايه؟ شكرك. ضربوا عربيات الاسعاف اللي هم جايبة الجرحى. ايوه انت فاهمه، وتحت حجه ايه؟ اصل دول شايلين حماس. حماس شايلين. ايه يعني؟ دول جرحى وعيانين. نعم. ومرضى. نعم. انما هم مدام عايزه بيحاولوا يقفلوا على قد ما يقدروا عليهم. نقدر. بس احنا طول الوقت لازم نقول ونعيد ونزيد على انه المعبر من الجانب المصري مفتوح. لا، المعبر مفتوح، محدش يزايد على مصر. المعبر مقفول من الجانب الاسرائيلي من جوه، اللي المفروض هو تحت سيطرة السلطة الفلسطينية اللي هي مش موجودة دلوقتي. بالظبط. تمام. احنا تمام، مفيش عندنا، وامورنا واضحة. وكان سيادة الرئيس رائع يوم ما عمل اللقاء مع بلينكين، لأول مرة تحصل. نعم. ان يبقى اللقاء على الهوى، وحدد كل استراتيجية مصر سياستها. هنعمل ايه هنعمل ايه؟ مفيش ترانسفير، والحمد لله. انا الموضوع ده كبير جدا يا مدام عزة. طبعا ده انتهى. انا عايز اقول بمعجزة. أيه. نتنياهو قعد 4 أسابيع اللي فاتت بيتكلم كل الدول الأوروبية. أيه. على موضوع يعني نقل سكان غزة إلى مصر، ولكن الحمد لله لما طلعت أمريكا امبارح ولغت هذا الكلام. أيه. وطبعا النائب الرئيس الأمريكي قالته امبارح. أعتقد جدا ما هو كلام سيادة الرئيس السيسي غير في المعادلة يا فندم. لا طبعا طبعا. لا كان يعني واضح. وبرضه زي ما قلت لك امبارح، عشان كده شعبيه الرئيس السيسي النهارده من اعلى ما يكون في مصر. صحيح. لان الناس حست انه بيمثل قرار الشعب المصري. نعم. ورغبه الشعب المصري. صحيح. ومعاونه الشعب المصري وتعاطفه مع الشعب الفلسطيني. نعم. فان شاء الله ينجح المؤتمر القادم القمه ان شاء الله، انه يقدم حلول في الفتره القريبه بالذات، وبعدين يتكلم على الفتره البعيده بتكوين ما بعده اللي هو. تمام. مشروع مارشال لاعاده اعمار غزه. شكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور سمير فرج.